مرحى لمن أخذ الكتاب بقوة فسمى على قمم الكرامة والشرف، هو حبل ربي من مضى مستمسكا بصراطه ما مال عنه أو انحرف. ستكون جنات الخلود مقره وحياته تمضي إلى أغلى هدف. حبل من الأنوار عند إلهنا طرف له وهنا بدنيانا طرف. نهر من الخيرات ليس كمثله شيء ولا وصف، الحقيقة من وصف. يجري ببالغ حكمة لا تنتهي أو وابل يسقي المرابع ما وكف. فمن البرية من من النور استقى وسقى، ومنهم من من النهر اغترف. من عاش في أفيائه يتلو السنا من كوثر النور الإلهي ارتشف. أما الذي حفظ الكتاب فهمة عليا إلى تاج الوقار له شغف. يمضي على أمر الإله وينتهي عن نهيه متمثلا ما قد عرف. يمشي على درب النبي وصحبه خير القرون وما مشى فيه السلف. لا يعرف الإرهاب والزيف الذي أغرى به أهل الغواية والصلف. حلقات تحفيظ ونور مشرق ولأمتي قد أخرجت أغلى التحف. روادها ثمراتها قد أينعت وغدت لما فيه السعادة تقتطف. عكفوا على حفظ الكتاب وثابروا نعم الرباط لأجله والمعتكف. فهم قناديل الضياء بليلنا أغلى من الدرر الثمينة في الصدف. والحافظ المسرور بالشرف الذي قد ناله قمر بليلة منتصف. يستثمر الأوقات فيه وروحه في راحة لا تستكين إلى ترف. ولأسرة التدريس خير تحية عقد من الدر الثمين قد ائتلف. في هذه الحلقات يظهر جهدهم فلهم إلى ثمرات جهدهم لهف. كانوا هم السلف الكرام وبعدهم قد جاء من حمل الكتاب من الخلف. وجميعهم لكتاب ربي شمروا كل من الأجر العظيم قد اقترف. فجزاهم الرحمن ما قد أملوا نرجو لهم في جنة الخلد الغرف. وختامها أزكى الصلاة على الذي في الحق بالخلق العظيم قد اتصف.